السلام. اسمعك نبدا ابو احمد. يلا اثنين، يلا يلا خلاص خلاص خلاص، ابدا ابدا الثاني، ابدا التايمر مع عثمان زايد على طول. بدينا التايمر. مرحبا مرحبا فيكم يا ضيوفنا الكرام، شرفتونا وانستونا، والجماعه جزاهم الله خير، اخوياي ما قصروا في تقديم الحلويات والتمر والاشياء الجميله اللي تستاهلونها، وقلنا ما دام انه الاشياء الجميله هذه اللي نذوقها وذقناها بشيء جميل وشيء حلو، قلنا نكمل الجمال شيء من متجر منوه. هذا طبعا صندوق هدايا في منها احجام، متجر منوه قبل كل شيء، متجر منوه متجر متخصص في التحف، لوحات، فازات، اشياء كثيره اشياء كثيره، وانا عشان كذا اعطيتكم الاوراق، لان الكود هذا اللي تشوفونه قدامكم متخصص انه تدخل على المتجر على طول وتشوف ايش اللي فيه وتستمتع، متخصص تحف، جماليات، لوحات، كل شيء. شوي جبنا العيد، جبنا العيد. ولا يهمك، لا لا عادي، الامور طيبه ان شاء الله، نعتبر ان شاء الله قسم قسم من الـ 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 قسم من الـ التسويق راح في ايوه من التسويق. لا لا هي في فكره، في فكره في التسويق. لا لا هذه طاحت كثير بس ما تنكسر اصليه. اشكرك يا اورنس واسمحوا لي، لكن بوصل فكره، اتمنى ان شاء الله انها توصل. وش رايكم باللوحه بالطاوله؟ لا لا وش رايكم بالطاوله الحين؟ ها انا شو عادي، لكن الجماليات يكون في مكانها المناسب، وهذا عنواننا في منوه W21، الجماليات في مكانها. انتهى وقتك يا عثمان، الله يعطيك العافيه. انا عندك اي سؤال استاذ احمد؟ سموحه شويه صارت عندي اخطاء. عنواننا في منوه، الجمال في منوه، اخر جمله قالها. ايوه الجماليات في منوه W21. لا لا قلت وعنواننا في منوه، الجماليات في مكانها. طيب يعني وقلت W21 يعني ها ايش اللي W21؟ هو كود الخصم، قلت هو كود الخصم هو W21. جميل، انا غلبني الوقت على الحركه اللي صارت، انا عارف انه عشان طاح، لكن فكره التسويق اللي هي تختصرها الكلمه. انت جيت هنا وما استغليت نقطه، انت قلت لنا الكود موجود في الورقه، انا ووليد شفناه، المشاهدين ما عرفوه، لما رحت فوق شرحت قلت W21 بس ما قلت ان كود الخصم، ما وصلت للمشاهد اكيد ان كود الخصم، يمكن عشان الوقت عشان طاحت الاغراض. ايوه ترى عشان طاحت الاغراض بس. زين جميل، لكن بس الفكره اللي هي بالكلمه اقدر حتى اختصر اعلاني كامل اللي سويته، ان اينما توجد منوه توجد الجماليات، والجماليات في مكانها المناسب. جميل، عشان كذا انا عندي اشياء كثيره هناك وانا اعرف، لكن اللي يناسب حطيته قدام. من الوقت انت استاذ احمد انك حطيت شيء هنا وشيء هناك، بس المفروض كنت يعني تحاول تحسب حساب الوقت. ننتظر اكيد تحسب حساب الوقت، ولكن على مره حنحاسب حساب تواجدكم اكثر من الوقت على بال ما يحسب التقييم. انا ترى انا والاستاذ احمد، انت ما ترغب انك انت تسوق علي انا والاستاذ احمد، انت ترغب انك تسوق على الناس تشوفك. اكيد، فلما تعطينا الاشياء هذه الناس اللي يشوفونا هم اولى انهم يشوفونها. اكيد، ما هو حنا، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني لازم تستغل عامل الوقت، يعني ضيعت كل الوقت ضربتها عرض الحائط زي ما يقولون في فكره اشوفها فشلت. بالعكس ممكن انك استغليتها، هذه رايك واحترمه، لكن طيب ما اعتبرها فشلت. طيب اقول لك حاجه، ممكن انك استغليتها يا عثمان وقلت زي ما قال اورنس ان هذا يثبت جوده او كفاءه منتجنا انه طاح ولا انكسر. اكيد فهمت الفكره؟ نعم. انا ما اتكلم عن المنتج، جزاه الله خير، انا اتكلم عن يعني الفكره، فكره عامه. لا لا الفكره العامه كانت مدروسه من قبل حبيبي، على اساس اني احط الاغراض مثل ما شفت كلها مع بعض، لكن اذا الشيء حطيته في مكان المناسب تجد جماليته. الوقت ضدنا عثمان، كانت ملاحظه بسيطه بس نحترمها. لو خلص وقتي، لكن فكره مكانين والوقت دقيقتين، صح، كان تقدر تستعين في واحد من الشباب قل له وانا واقف هنا اشرح، كان يودي لك الطاوله بكل هدوء
وتمشي وتروح هناك. حسبت هذه الملاحظة البسيطة حبيبي، ما قصرت. ننتظر التقييم مع أبو يوسف. زايد مرحبا لي. هلا والله. طيب زايد، قبل ما تبدأ بس أعلن على عجالة القيمة اللي حصلها 460 حصل عثمان اليوم من أبو يوسف في متجر الثاني، تجمع طبعا القيمتين. طيب تفضل يا زايد.